السلام عليكم، كيفكن؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل سوا بطاطا حارة. طبعا البطاطا الحارة من الأكلات الشعبية عنا بلبنان، من التراث اللبناني، وهي أيضا من المزات الأساسية إلى جانب الحمص والبابا غنوج والمتبل البتنجان والتبولة والحمص والطحينة اللي بيقدموها عادة بالمطاعم اللبنانية بكل أنحاء العالم. اليوم أنا رح سوي لكم إياها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وصحية. بمقلية على النار حطيت شوي من زيت الزيتون، وعندي تقريبا نص كيلو بطاطا قشرتهم وقطعتهم مثل ما انكم شايفين مكعبات صغيرة. بدي حرك البطاطا مع الزيت وغطيهم واتركهم لحتى يستووا. بالوصفة التقليدية عادة لما بدهم يقلوا البطاطا ليعملوا بطاطا حارة بيقلوها بالزيوت المهدرجة وبكمية زيت غزيرة، يعني الزيت بده يكون مغرق وكل حبات البطاطا. طبعا تعودتوا علي انه انا بدي احاول اطبخ قدر المستطاع الاكلات المعروفة بطرق صحية، ومنها البطاطا الحارة. ليه بدي احرم حالي من البطاطا الحارة؟ بس لانه بنقليها بزيت مهدرج. نقدر نقليها بهيدي الطريقة السهلة البسيطة بشوية زيت زيتون مثل ما انتم عم تشوفوا الطريقة، وبنحصل على النكهة جدا رائعة. اللي عنده قلاية هوائية كمان بيقدر يسويها بنفس الطريقة، يقطع البطاطا يحطهم بالقلاية الهوائية، رش عليهم شوية زيت وملح ويتركهم لحتى يستووا، أو فينا كمان نحط البطاطا بنفس الطريقة بشوية زيت وملح بالفرن وبيتحمروا ويستووا بالفرن نفس الطريقة. بس أنا اللي مش متوفر عنده لا فرن ولا قلاية هوائية بده يسويها بالمقلاية عادي، فبيقدر يسويها بهيدي الطريقة. هلا انا رشيت شوية ملح، خلطتهم من جديد ورجعت غطيتهم. تغطاية بالبخار رح يستووا. بالوقت اللي هن عم يستووا هلا انا بكون عندي هون ضمة كزبرة او حزمة كزبرة خضراء مغسولة وبدي افرمها ناعم. قد ما هي طيبة قد ما هي مكوناتها كتير بسيطة. اذا اكلتوها شي يوم بمطعم لبناني وحابين تعرفوا طريقتها فاجتكن الوصفة بطريقة كتير سهلة. يلا قوموا جربوها يا ستات البيوت وينكن؟ قد ما هي طيبة هيدي الوصفة، قد ما هي مكوناتها كتير سهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة، يعني ما رح تكلفنا شي. شوية بطاطا وشوية كزبرة وشوية ثوم. طبعا المكونات رح اترك لكم اياهم بصندوق الوصف. طبعا هون مثل ما شايفين فرمتهم كتير ناعمين. الكزبرة شي اساسي من التوابل الاساسية لهيدي الوصفة، يعني نحنا ما رح نحط ابدا اي نوع بهارات الا توابل كتير بسيطة. هلا بعد ما قطعت او فرمت الكزبرة عندي كم حص ثوم هون رح اهرسهم ناعمين. فينا ندقهم ناعمين، فينا نفرمهم ناعمين، اي شي انتم عندكم اياه، بس المهم يكونوا التومات مهروسين ناعم. ممكن ندقهم كمان بمدقة الخشبية اللي مش متوفر عنده هيدي الآلة، أو نفرمهم كتير ناعم بالسكين كمان بيصير. أنا من عشاق هيدي الأكلة، عن جد كتير بحبها وبعتبرها كوجبة أساسية عندي. يعني لما أعمل بطاطا حارة مثل ما قلتلكن بحط معها شوية لبن وشوية هيك حواضر، كبيس، زيتون، فجل، بصل اخضر، اي شيء متوفر عندي وباكلها. ما شرط كمان بلبنان بياكلوها مثلا بالخبز، انا باكلها بالملعقه هيك. هلا ضفت عليها فلفل احمر. انتو فيكن تضيفوا الكميه اللي بدكن اياها، بدكن اياها حاره كتير فيكن تضيفوا الفلفل الحار القوي. انا هون الفلفل اللي استعملته مش كتير حار، يعني نص نص، بس بيعطي نكهه كتير مميزه. وهلا انا هون رح اضيف الثوم. طبعا بالطبخة الأصلية بيقلوا الثوم بمقلية على جنب وبيحطوا لها الحار والكزبرة وبعدين بيحطوها فوق البطاطا الحارة، بس نحن اتفقنا انه بدنا نعملها بطريقة كتير سهلة وبسيطة وما نعذب ستات البيوت انه يعملوا جلي كتير من ورا كل طبخة. انتو بتعرفوا شعاري انه وصفة طيبة وجلي قليل، والله يساعد ست البيت. يعني اي طبخة بدها تطبخها لازم يكون في عنا تلة من الأواني لازم تجليهم ما بعد الطبخ، وأنا ضد هيدا الشيء. ما بنقدر بنقدر أو بالأحرى ناكل أكل طيب سهل بسيط صحي، وكمان ما بنستعمل كتير أواني لحتى نعد ونجهز هيدي الوصفة. مثل ما نكون شايفين
بمقلاية وحدة صارت طبختنا جاهزة. رح أقلي الثوم كمان لحتى ياخد نكهة، ومثل ما انتم شايفين ضفت أهم عنصر كمان بيعطيها نكهة غير شكل، وهو عصير الليمون الحامض. هيدا كتير خطوة مهمة نضيفها. وآخر خطوة رح نضيفها هي الكزبرة الخضراء اللي فرمناها عشان تبقى هيك. يا سلام يا سلام، لو بتشموا الريحة قديه هي طيبة، يعني الثوم والكزبرة والحامض ومع زيت الزيتون، عن جد لازم تسووا هذه الطبخة وتدعوا لي. يعني أنا بضيف الكزبرة آخر شي عشان تضل هيك طازة وما تروح طعمة يعني الكزبرة وريحتها من الطبخة. بس هيك تقليبتين خفيفين، شوفوا لي هالمنظر. يا سلام يا سلام يا سلام يا نادية، شو عاملة اليوم؟ غير شكل. يلا شدوا الهمة اليوم، اكتبوا لي بالتعليقات كلكم انكم جربتوها ودعيتوا لي. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك الاشتراك ومشاركة القناة كمان، وكمان منتظرة تعليقاتكم الحلوة. ما عم شوف مشاهدات كتير للفيديوهات الطويلة، عم شوف بس للشورت اللي عم حطهم عم ياخدوا شوية مشاهدات، ولكن للأسف أكثر المتابعين ما عم يحضروا الفيديوهات، يعني ما بعرف السبب، ما عم يوصلكم إشعار بالفيديو اللي عم نزله، فشوفوا المشكلة وين عندكم. وهيدي بتكون وصفتنا صارت جاهزة، تفضلوا سهمكم العافية. وبترككم كمان اليوم عملت لكم مفاجأة بمدينة هارلم، مدينتي. عملت جولة بجو كان درجة الحرارة برد كتير، ما في درجة حرارة، في درجة برودة، كانت 3 تحت الصفر، وكانت مشتية الدنيا وقريبة وقت المغرب. فحبيت أعملكم هيدي الجولة وانقلكم لتعيشوا هيدي الأجواء اللي أنا كمان عايشتها. بتمنى الفيديو البطاطا الحارة يكون عجبكم، وكمان الجولة بمدينتي تكون كمان عجبتكم. واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم، شو حابين تشوفوا بالفيديوهات الجاية. بشوفكم على خير، وبترككم تستمتعوا بالمناظر الحلوة من مدينة هارلم.